أشيل عيونك يا بن زيتون، أنا ما سويت لك عها وساويتك أبو العتاهية، ما أكون جواهر. إي على هونك يا جواهر، أشوف الغيرة اشتعلت. أنا كلني أشتعل، ما شفت كيف يتغسل بها قدام ربع كلهم هالخسيسة. ترى أنا شايفة كل رجال الديرة يصيرون شعار غزل، ما هو بس حسان. عم نصور هون حواليكم مسلسل بدوي بطولتي. ما شاء الله ما شاء الله، هالمسلسل وش اسمه؟ ها؟ اسمه الطواريد. وش قلتي؟ وش قلتي؟ وش تقولين؟ خير لا سمح الله، أنا غلطت بشي؟ قلت المسلسل اسمه الطواريد. هذا ما نقبل مسلسل يطلع باسم عشيرتنا. إي ما نقبل ما نقبل. ليش وين الغلط بالموضوع يا جماعة؟ الغلط أنكم بمسلسلاتكم ما تنقلون الحقيقة كما هي. من هو يضمن يطلع طواريدكم مثل طواريدنا؟ إي والله ما بعرف شو بدي إلا. أنت ما تقولين شيء، حنا اللي نقول. أنت تقعدين هان ضيفة معززة مكرمة، ألين يجي راعي المسلسل وانت فاهم معاه؟ هذا هو الكلام المفيد يا أبو واضحة. طول عمرك حامي الحمى يا زعيم. يوه، يعني هلأ بدكم تتركوني هون لبين ما يجوا؟ يوه يوه خليك ها. شوف شفت يوه قالت يوه. حنا ما نحبس أحد، أنت بعون الله ضيفة زعيم العشيرة وبحمايته. فلحان فلحان ستابر يا عبي، خذ الضيفة للمحرم وخلها تتعرف على وضعها. يلا وانتو يلا يلا عندو كل واحد على بيتها. يلا تفضل. يلا يلا اهدي اهدي يا فتون واستهدي بالله، وحسبيها اجازه من شغلك، ثمنتي سيارتك معطله يعني ما تقدري ترجعين. والله معك حق يعني، بس خايفه يكون متقله عليكم. لا ابد. شو تقولين اصلا هذا البيت بيتك، حللتي اهلا وشرفتي سهلا. يا بنات تفضل يبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ارخصوا لي انا لزوم امشي. بمان الله يا جواهر. اتصلي بالمسؤول عن المسلسل. تكرم عينك. للمخرج ولا للمؤلف؟ الكاتب، وقال له يجيب معه ورق المسلسل. على عيني. الو مرحبا استاذ ماجد. لك انا ماني منيحه ابدا، انا مستضيفيني عشيره الطواريد. الو ما رح يتركوني لتجي حضرتك. لك لا اشد الى شرطه. انطيني. الو اسمع يا الاخو، انا ترود زعيم عشيره الطواريد، ابي اتفاهم معك. لا ما هي مخطوفه، لا ما هي مخطوفة، لا معززة مكرمة. متى تجي؟ باشر يا حياك الله حياك الله. سجل عندك عنوان العشيرة.